لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الأربع 26 إبريل، والنهاردة القمر موجود في برج الثور من الساعة 3 الفجر. النهاردة كمان القمر هيكون هلال، أو هيبقى ولادة القمر الجديد في برج الثور الساعة 2:15 الظهر، وهيكون في درجة 6 من برج الثور. ولادة القمر الجديد يعني تعني عندنا في الفلك اقتران الشمس مع القمر، وهو هيبقى شايفينه بشكل هلال. ده هيحصل امتى اقتران الشمس والقمر؟ الساعة 2:15 الظهر عند درجة 6 من برج الثور. عندنا بقية الحالة الفلكية بتقول ان اورانوس موجود في برج الحمل، وعندنا الشمس زي ما لسه قايلين موجودة في برج الثور عند درجة 6 هتقترن بالقمر، وكمان عندنا المريخ موجود في برج الجوزاء، وعندنا نبتون وفينوس الاثنين موجودين في برج الحوت. عندنا مازال اربع كواكب بيتراجعوا، عطارد بيتراجع في برج الحمل، والمشتري بيتراجع في برج الميزان، وزحل بيتراجع في برج القوس، وبلوتو بيتراجع في برج الجدي. خلينا نشوف الحاله الفلكيه بالشكل ده هتاثر ازاي على ال 12 برج. نبدا ببرج الحمل. الحمل النهارده عندهم القمر في منزل العمل، وده القمر الجديد، فده هيديهم حسن تصرف ماليا، بس المهم ان هم يحافظوا على تركيزهم قد ما يقدروا، عشان برضو في احتمالات ان هم يقعوا في اخطاء في الحسابات. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهارده عندهم القمر الجديد في برجهم، ومطلوب بس النهارده انه مواليد الثور يفرملوا عصبيتهم. ممكن يكونوا النهارده بيميلوا للانفعال بسرعه، فيحاولوا يتحكموا في عصبيتهم قد ما يقدروا. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهارده عندهم القمر الجديد موجود في المنزل ال 12، والفلك بينصحهم ان هم يتجنبوا الظهور ويتجنبوا الاضواء، او لو لازم يكونوا في الاضواء او يظهروا، يبقى لازم ان هم يعملوا في صمت وما يعلنوش عن خططهم، ولا يسيبوا نفسهم للزهو وللفخر بنفسه. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، لان الشمس والقمر الاثنين مقترنين في منزل الاصحاب، فده بيديهم وقت حلو ممكن يقضوه مع اصحابهم، ويعرفوا النهاردة يكونوا متواصلين بطريقة لطيفة مع الناس اللي حواليهم، هيعرفوا يتواصلوا كمان مع الاحباب، وفي الشغل ممكن يكون عندهم تنمية لاعمالهم، او لو عندهم مشاريع خاصة هيكون كمان فرصة لتنمية مشاريعهم. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم للأسف القمر الجديد موجود في وضع مش داعم ابدا. عندهم ممكن يكون مواليد الاسد عندهم طموحات كبيرة، لكن النهاردة مطلوب من مواليد الاسد ان هم يركزوا بس على المتاح منها، ويحاولوا يكونوا اكثر واقعية عشان ما يحبطوش. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم القمر الجديد في منزل الحظ، وده هيدعمهم جدا. ممكن يكون عندهم روح مغامرة اكتر، لكن هنا المغامرة مش وحشة، لان عندهم حظ كويس في تحقيق مكاسب، وعندهم رغبة في الانفتاح على الاخرين، وعندهم كمان رغبة في ان هم يتعرفوا على ثقافات مختلفة وجديدة. كل ده هيضيف ليهم ويديهم فرصة ان هم يتعلموا شيء جديد يساعدهم على التطور وعلى التقدم ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر الجديد في منزل المدخرات، ده هيدفع مواليد الميزان ان هم يدافعوا عن مصالحهم بقوة، ويقدروا كمان النهاردة يدافعوا عن مصالحهم وهم عندهم يقظة ذهنية ويقظة فكرية اكتر. انا شايفة ان الوضع الفلكي ده ممكن يكون حلو مع مواليد الميزان، وممكن يكون عندهم افكار تساعدهم على تنمية مدخراتهم او ممتلكاتهم.
نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم للأسف القمر الجديد والشمس في مواجهة برجهم، فمطلوب من مواليد العقرب ان هم يحافظوا النهاردة على التفكير الإيجابي قد ما يقدروا علشان يعرفوا يحققوا تقدم، ويحاولوا كمان يقاوموا تسرعهم في ردود أفعالهم سواء في الحركة أو في الأقوال، ولو متجوزين يحاولوا يكونوا أكثر تفهما لشركاء الحياة، ولو عندهم شركاء في العمل يتفهموا وجهة نظر شركاء العمل. مطلوب منهم كمان يحافظوا على يعني هدوء أعصابهم وقراراتهم في المال أو القرارات الشرائية ما يتسرعوش فيها. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر الجديد في منزل العمل، وده داعم لأن هيديهم حماس وهيديهم طاقة. المنزل العمل ده كل واحد فينا له منزلين للعمل، هنا ده منزل العمل الإيجابي، فده هيديهم طاقة وهيديهم قدرة على إن هم يحققوا إنجازات أفضل في الشغل. بس برضو مطلوب من مواليد القوس ان هم يحاولوا يظبطوا انفعالاتهم على المستوى بالذات العائلي والاجتماعي، لان في كوكبين معاكسين معاهم اجتماعيا وعائليا. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهارده مطلوب منهم ان هم يستفيدوا من الذبذبات الايجابيه اللي عندهم، لان القمر في وضع داعم جدا هو والشمس، فالنهاردة ممكن يكون عندهم القدرة لأن هم ينجزوا كل الأعمال المتأخرة عندهم، ويقدروا أن هم يتحركوا بمنتهى النشاط. كمان على الصعيد العاطفي، بما أن القمر في منزل الحب ده بيديهم طاقة عاطفية هايلة، هيكون عندهم قدرة لأن هم يعبروا أكتر عن مشاعرهم، رغم أن الجدي مش بيعبروا عن مشاعرهم، لكن ممكن يعبروا بطريقة عملية أكتر. وكمان ممكن يكون يوم مناسب بالنسبة لمواليد الجدي لممارسة الرياضة وللحركة بنشاط. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر الجديد في وضع معاكس، ومطلوب من مواليد الدلو ان هم يحافظوا على التماسك ويحاولوا ان هم يتصرفوا بنضج قدام المستجدات. مطلوب كمان من مواليد الدلو ان هم في الحياة العائلية يعني مع الاهل ومع القرايب يحاولوا يكونوا اكثر هدوءا واقل عنادا، لان هم يميلوا للعناد قوي قدام اي اوامر من ناحية الاهل او القرايب. فهقول لهم بس حاولوا تردوا بهدوء وبلباقة تجنبا لتصاعد الخلافات في نطاق العيلة وكمان على المستوى الاجتماعي. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، عندهم القمر الجديد والشمس في منزل العلاقات، ده بيديهم أوقات حلوة ممكن يقضوها مع القرايب أو مع زملاء العمل. كمان عندهم قدرة على الإقناع رائعة، وعندهم قدرة على التواصل مع كل الناس حلو جدا في الحب في العيلة في الحياة الاجتماعية. فأشوف أنه على جميع الأصعدة النهاردة الحوت عندهم يوم رائع وحسن تصرف، فيحاولوا يستفيدوا من الوضع الفلكي ده. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.